حاجة تانية عايزين نتكلم مع حضراتكم عليها، لعبة الكفاءة دي. هي بالمناسبة يعني من الرياضات أو الألعاب اللي ابتدت تنتشر بشكل ملفت للأنظار في مصر في الفترة الأخيرة، بقى لها اتحاد أخيرا. بالمناسبة هي لعبة ذات أصول هندية. امبارح اتنظمت بطولة لعبة الكفاءة دي في نادي المولين العرب بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي في القاهرة. تعالوا ناخد فكرة كده بسيطة عن يعني جانب من اللي حصل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. النهاردة أنا هبدأ إن إحنا الاتحاد العالمي خد قرار من عدة أيام بإن المين سيليبريشن أو الاحتفال الرسمي لليوم العالمي للكبادي وورلد كبادي داي يبقى من مصر بحضور رئيس الاتحاد العالمي مستر أشوك داس، وده تكريما للإنجازات اللي الاتحاد المصري عملها خلال فترة وجيزة سواء في تنظيم إيفنتات أو أحداث رياضية أو نتائج. فبدأنا إن إحنا نعمل برنامج احتفالية اليوم العالمي من يوم 24/3. احنا عملناه النهارده 21 عشان رمضان، كل سنه طيبه، ولكن عملنا برنامج لمده اسبوع، يعني من يوم 19 لغايه يوم 25 في ايفنتات بتتعمل في كذا محافظه. الاحتفال الرسمي هو النهارده، عملناه متضمن بطوله كاس مصر للكبار رجال وسيدات، بطوله رسميه من ضمن انشطه الاتحاد، والاختيار منتخب مصر المشارك في بطوله افريقيا القادمه. عملنا فيه حاجه جديده اسمها بركه بادي، اللي هو الديسابيليتي قادرون باختلاف، بناء على توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان طبعا كلنا وطن وهم الاساس. فعملنا لهم الايفنت دوت عشان خاطر يشوفوا رئيس الاتحاد العالمي، لان انا بالفعل كنت مقدم طلب في الاتحاد العالمي ان احنا ندخل الايفنت ده. اللعبه بتبقى مكونه من فريقين، كل فريق بيبقى 12 لاعب، 7 اساسي و5 احتياطي، تمام؟ بيبقى الملعب متقسم خط بالك وخط بونص وخط منتصف نص الملعب. الخط البالك ده لازم ادوس عليه الهجمه، مدتها الاول حاجه الهجمه مدتها 30 ثانيه، لازم وانا في ال 30 ثانيه دي اقول اردد كلمه كبادي كبادي، احاول المس لاعب او اتنين والمس خط النص قبل ما هو يمسكني ويسيطر عليا في ارضه. هنا عندي ممكن اخد نقطه من خط البونص، اللي هو انا ممكن اخد يعني هاخد نقطه واحده وانا بالارتجاع على رجل واحده. اول بطوله شاركت فيها كانت بطوله افريقيا في تنزانيا، وكنا بنلعب تنزانيا وكنا بنلعب الكاميرون وكينيا، بس الحمد لله كسبنا، يعني خدنا المركز الاول. وتأهلنا لبطوله عرب برضو كانت في لبنان، لعبنا مع فرق عربيه دول عربيه، خدنا برضو المركز الاول. وتأهلنا برضو لبطولة أوروبا كانت في قبرص، الحمد لله قدرنا نكسب برضو بطولة أوروبية كنت واخدة فيها كأس أحسن لاعب في أوروبا. بدأنا أول ماتش مع بورسعيد، اللعيبة مش وحشة، في منهم لعيبة من منتخب مصر برضو، زمايلنا كلنا عارفين بعض، يعني إخوات وصحاب دايما، اتقابلنا مع بعض قبل كده في معسكرات كتير فاتت، في بطولة أفريقيا اللي فاتت برضو اتقابلنا فيها، حاصلين الحمد لله على أول أفريقيا. برضو الماتش اللي بعده كان اللي هو النهائي، كان على أول وتاني مع فريق الساحل، الماتش كان قوي جدا، كان كويس، ما شاء الله لعيبه هناك جسمانيا كانت كبيره جدا ما شاء الله، لعيبه مهتمه بالبدني جدا، عندي لعيبه الى حد ما البدني بتاعها مش نفس الكفاءه بتاعتهم ولا حجم الجسم، بس ما شاء الله كويس جدا. بالنسبه ان احنا نجيب اول وفرق بنقط كبير، ده الحمد لله، يعني ده مجهود من عند ربنا الحمد لله، توفيق من عند ربنا الحمد لله.